معاك جنب امك معلم. ياد امك وحرات امك دي بقى، هي كل يوم والتاني امك، مره خالتك ومره عمتك ومره ابوك. امال اكلهم منين يا معلم؟ ما انت عشان تاكلهم لازم تبقى راجل يالا. ما انا راجل يا معلم، امال انت شايفني ايه؟ انا شايفك عايل وانت ما تنفعش معايا، ايه رايك بقى؟ يعني ايه يا معلم؟ يعني بعد العمر ده كله عايز تستغنى عني يا معلم؟ مش راجل ياض، ما ينفعش يشتغل مع المعلم صبحي، مفهوم؟ مفهوم يا معلم، وانا من ايدك دي لايدك ده يا معلم، وانا خدامك يا معلم. ايه هو ده؟ تسلم المكتب ازاي معاك؟ لو جيت لقيت المكتب كده معفن انت حر. ايوه يا حبيبتي. ايوه يا صديقي، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انا كويسه على فكره، انا مستنياك على غدا زي ما وعدتني. نتغدى ايه بس يا حبيبتي؟ انا لسه ما فطرتش اصلا لحد دلوقتي. معقول يا حبيبي؟ طب خلاص ربنا يعينك، خلي بالك من نفسك. اوكي حبيبتي، وانت كمان خلي بالك من نفسك، وخلي بالك جدا من الولاد. احنا كويسين ولادكم ولاد كمان كويسين، ما تقلقش. سلام يا حبيبتي. باي يا امي. قلت من دكتور هشام عاوزني في امر هام. ايه الامر الهام؟ ايوه يا ريس، الدكتور هشام بيقول لك لازم نخف اللعب اللي من دول علشان الحكومه تفتح عينيها علينا. هو عشان الحكومه تفتح عينيها نقعد في البيوت نخفف انت بابا؟ يا ريس اكيد الدكتور هشام بيتكلم في مصلحتنا برضه. انا اللي اقول فين المصلحه؟ وانا اللي اقول اه ولا، مش انتوا يا حيوانات. مفهوم يا ريس، مفهوم يا ريس. حبايب مامي وحشتوني. بقى خمس دقايق بحالهم ما شفتكمش، عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. بقول لك ايه بقى، احنا دلوقتي هنتغدى مع بعضنا لوحدنا علشان بابا اعتذر. يوه بابا كل يوم ما اتغدتش معانا عشان شغله يا حبيبي. هنعمل ايه؟ غصب عنه يا قلبي، ربنا يعينه يا رب. ايه رايك نتغدى مع بعض يا جوجو النهارده لوحدنا؟ وانت كمان يا محمد؟ طيب يا ست ماما. ماشي يا حبيبي، يخرب بيت لمطك على طول كده لمد. طب يلا بينا. ايوه مش دي شركة انتاج ابو الهنا؟ هي ابو الهنا. Should be.